حقيقة هو منذ البداية لم تؤسس هذه الهدنة سواء الأولى أو الثانية لأرضية صالحة للانطلاق لتطوير هذه الهدنة أو للانطلاق حتى لإضافة بنود أخرى أو تمديدها إلى الوصول إلى الحل الشامل في اليمن. ما حصل خلال هذه الأربع الأشهر الماضية أن الهدنة كانت تترنح وهناك خروقات واضحة لم يلتزم بها بشكل واضح التحالف السعودي الإماراتي فيما يتعلق بمرور سفن الوقود إلى ميناء الحديدة أو فتح مطار صنعاء بشكل دائم، ومثل ما هو واضح في البنود. الهدنة هي مطلب حقيقة، وليس فقط الهدنة، يعني مطلب هي كخطوة للذهاب للسلام، يعني هي ليست غاية. اليوم عندما تتحدث صنعاء وتتحدث من موقف من يضع شروط، لأن هناك هدنة لا تؤسس لسلام دائم، يعني هذه الهدنة يراد منها أن تقع في اليمن لا سلام شامل ولا حرب دائمة. يعني المشهد اليوم يعني يراوح مكانه، هناك ميدانية في مأرب وفي الحديدة وفي الضالع وفي خيرة، حدث فيها خلال هذه الأشهر، خلال أشهر الهدنة حدث فيها مواجهات، أيضا طيران الاستطلاع توقف له يوم واحد، وبل في بعض الأحيان كان هناك قصف من هذا الطيران، وأيضا قصف في المدفعية في محافظة صعدة وسقط فيها قتلى وجرحى. نعم أستاذ أحمد، أفهم من حديثك أن اليمنيون لم يستفيدوا من هذه الهدن، يعني ألم يكن هذه الهدن تجميدا للملف اليمني وتجميدا للأوضاع التي هي عليها؟ يعني مسألة الطرق لم تحل إلى الآن، ولم يخفف أي عبء عن المدنيين، وربما كانت فرصة للحوثي لترتيب صفوفه وتعزيز قوته، ما رأيك؟ فعلا هي فرصة لكل الأطراف، هي فرصة، ليس فقط الحوثي من استفاد من الهدنة، أيضا الأطراف في الموالية للتحالف في المحافظات الجنوبية وفي مأرب وفي تعز وفي غيرها من المناطق استفادوا من هذه الهدنة، عادوا ترتيب أوضاعهم ليس فقط العسكرية، أيضا حتى أوضاعهم السياسية. هم أسسوا المجلس الرئاسي وضم هذا المجلس الرئاسي التوليفة من عدد من حلفاء التحالف الذين لم يتفقوا خلال 7 سنوات الماضية. اليوم كل طرف داخل اليمن، كل الأطراف المحلية استفادت من الهدنة، إعادت تموضعها إذا جاز التعبير. لكن هل اليمنيين استفادوا من هذه الهدنة؟ لم يستفيد اليمنيين من الهدنة، الحصار لا يزال المفروض، والفوضى الأمنية لا زالت تضرب كل المناطق. فبالتالي إذا كان هناك يعني مساعي الأمم المتحدة أو المبعوث الدولي أو المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أو حتى لو في نية للمملكة العربية السعودية والإمارات لوقف الحرب، لانخرطوا في العملية السياسية بطريقة مختلفة. نحن اليوم نناقش موضوع فتح الطرقات في تعز، هذه مسألة فرعية، نعم هي مسألة إنسانية وتهم يعني 2 مليون يمني في هذه المحافظة، ولكن هذا الطريق لا يؤسس لمسار سياسي شامل في اليمن. إذا أراد هذه الأطراف الخارجية والإقليمية أن تؤسس لحل شامل في اليمن، فعليها أن تذهب إلى خارطة الحل السياسي. فأنا لا أعرف اليوم الطريقة التي يدار بها الملف اليمني على غير ما لاحظناه خلال السنوات الماضية. كان دائما ما يتم التفاوض في سواء في ستوكهولم أو في الكويت أو في غيرها من الدول أو حتى في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية والأشهر الماضية، كان الحديث عن عملية سياسية شاملة، عن تأسيس، عن تشكيل حكومة انتقالية، عن ضم الميليشيات كلها في إطار مؤسستي وزارة الدفاع والداخلية. نعم. كان في حديث عن مواضيع سياسية هامة. اليوم كل الحديث يعني يتحدث عن فتح طرقات فرعية ورئيسية في محافظة من محافظات اليمن 22 محافظة، أي أن اليوم في تبسيط للمسائل مسألة الحرب في اليمن، يعني نعم، وتهميش ربما أيضا أستاذ أحمد، وربما تهميش أيضا لمسألة الملف اليمني. طيب سؤال أخير لو سمحت، زيارة وزير الدفاع اليمني إلى مدينة تعز لأول مرة منذ بدء الحرب في البلاد، كيف تفهم هذه الزيارة؟ هل هي ربما استعداد للحرب؟ حقيقة وزير الدفاع هو زار أكثر منطقة يمنية وقعت تحت سيطرة السعودية والإمارات، هو زار الضالع ثم زار أبيان والآن انطلق إلى تعز، وهو عمل تصريح أيضا أنه هناك غرفة عمليات مشتركة، وهذا التصريح لأول مرة منذ 7 سنوات أن يكون هناك للقوات الموالية للسعودية والإمارات أن يعملوا يمكن في ضمن فريق واحد أو حتى غرفة عمليات مشتركة. هذا كله يؤسس يعني او يؤشر انه هناك حرب مقبله، يعني مجرد ان تنتهي الهدنه بقي منها يمكن 10 ايام، اقل من 10 ايام او اكثر،
فستنطلق الأطراف جميعها أعتقد إلى حرب، وهذه الحرب ستكون مختلفة. وباعتقادي أن الهدنة بقدر ما أعطت بصيص أمل بسيط لوقف الحرب في اليمن، ولكنها أعادت الاستعداد لحرب شاملة في اليمن. كل طرف اليوم يستعد لخوض هذه المعركة، فبالتالي الواقع اليوم ذهب إلى مزيد من التصعيد. وهذا ما لمسناه اليوم مثلا في زيارات وزير الدفاع، أو حتى في تصريحات القيادة الحوثية في صنعاء، ويتحدثوا أمس في بيان أنهم لا يمكن أن يمددوا لهذه الهدنة، يعتبرونها لا تؤسس لحل شامل في اليمن. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد الحسني الناطق باسم مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، أشكرك لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت.